يعني ممكن توصل في بعضها او في بعض الادويه مرحله انها تتشبع خلاص يا اخي خلاص اللي موجود داخلي يكفي ما عاد استخدمش. وهنا واحده من الاسباب الذي تعمل للتوليرانس، تتذكر التوليرانس فشل الجرعة الاعتيادية، هذه واحدة منهن سواء كان في الامتصاص ولا فين في الإخراج. الآن نجي للموضوع المهم جدا وهو المصطلحين المهمين في علم الدواء. عندما يتفاعل الدواء مع الجسم ينتج لدينا يعني two terms، مصطلحين. المصطلح الأول بيكون عندي فارماكو داينامكس والمصطلح الثاني فارماكو كينيتكس. إما يكون في معنا فارماكو داينامكس أو يكون معنا فارماكو كينيتكس. إحنا اتفقنا سابقا قلنا أن الفارما معناها إيش؟ دواء. دواء صح ولا لا؟ والدايناميك طبعا فارما باللاتيني فبالتالي يكون معناها بالإنجليزية إيش؟ دواء. والدايناميك بالإنجليزية إيش معناها؟ لا مش حركة. الحركة هنا كينيتكس. داينامكس بالعربي ميكانيكية آلية، تمام. طيب وكاينتكس حركة. طيب ايش وضع الداينامكس والكاينتكس؟ تعال شوف متى اقول عنها داينامكس. اذا شفتوني جالس اتكلم على مستقبلات وارتباط بالمستقبلات وتأثيرات واعراض جانبية، قل هذا كل الكلام يندرج تحت الداينامكس، فارماكو داينامك. اما اذا شفتوني اتكلم على امتصاص، توزيع، استقلاب، اكسكريشن اوتسايد اوف ذا بودي، الان بتقول ان قاعد اتكلم على ايش؟ كاينتيك. بمعنى اخر لو جيت تعرف الداينامكس بتقول هو ماذا يعمل، ماذا يعمل الدرج للبودي، ها ومعك دي دي، ماذا يعمل الدواء ليش للجسم. اما هذا الفارماكو كاينتيكس هو ماذا يعمل الجسم للدواء. كي انت فرق هذه لو يعني استوعبت هذه ان الدي مع الدي خلاص الباقي سهل بتعكسها بس بسهوله. واضح؟ وهذين المصطلحين مهمين جدا 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 سواء كان فتره دراستك هذه للسبع سنوات او حتى بعد ما تتخرج بيكونوا يجيبوا لك دواء جديد مثلا يقول لك هذا الدواء عدو جديد حديث. طيب تفتح الرش التحقق مثلا او تقرا من المرجع بتقول يعني المرجع بيقول لك مثلا الفارماكو كينيتكس حق الدواء، الفارماكو ديناميكس حق الدواء، ضروري تكون مستوعب. لما يقول لك فارماكو كينيتكس اعرف انه بيتكلم على اربع العوامل حق الفارماكو كينيتكس اللي هي الامتصاص والتوزيع والاستقلاب والاخراج. لو كان يتكلم على الفارماكو ديناميكس اعرف انه بيتكلم على الميكانيزم اوف اكشن، آلية شغل الدواء، اين يشتغل الدواء، ما هي المستقبلات التي يرتبط بها الدواء، ما هي تأثيراته، ما هي اعراضه الجانبية، ما هي محاذير استخدامه. هذه كلها فين؟ تحت الديناميكس. عشان كذا يعني هذا للتبسيط، يعني لو قلت ماذا يعمل الدواء للجسم فهو ديناميك، اذا قلت ماذا يعمل الجسم للدواء اكيد انه يمتصه ويستقلبه ويوزعه ويخرجه، هذا معناها ايش؟ كاينتكس. طيب الان هذا شرح لكن احنا شيء تعريف علمي، نشوف التعريف العلمي. هذا التعريف اللي هو احنا نسميه طبعا الشائع ومشتش منك، يعني ما ينفعش تقول لي هو ماذا يعمل الدواء للجسم ولا يعني هذا بس عشان بس is what the body does. body با body does هذا كينيتكس صح البي الأولى. لكن لو قلت is what the drug does to the body هذا معناته إيش؟ dynamics. هذا التعريف الذي سهل لك تسهيل وإحنا نطلق عليه التعريف الإيش؟ البلدي. طيب أما التعريف العلمي لو قلت لك عرف الكينيتكس فبتقول لي هو دراسة الفارماكوكينيتكس باراميترز والتي تشمل الابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، وهم اربعه وعاد في معك حاجه تختصرهم اللي هي الحرف الاول من كل كلمه او من كل مصطلح بتقول عنها ادم ها عشان سهله، ولا قول عني ادمي طبيعي، المهم عشان تكون سهله عليك ما فيش داعي سهله، هي امتصاص ثم يتوزع وبعدين يستقلب وبعدين يخرج من الجسم، فهي سهلة بتكون عليك سهلة إن شاء الله. طيب لو قلت لك ما هي الفارماكوديناميكس، هي دراسة البايوكيميكال فسيولوجيكال التأثيرات الفسيولوجية والبايوكيميكال بالإضافة إلى إيش الميكانيزم أوف أكشن، أيضا ممكن التأثيرات العكسية للدواء. وكان في من أول كنا ندرس الستركشر أكتيفيتي ريليشنشيب، لو قلنا ستركشر أكتيفيتي ريليشنشيب ما علاقة التركيب الكيميائي بالفعالية، وهذا قد في علم مستقل بذاته اسمه علم الكيمياء الدوائية.
يعني يمسك لك الاستراكشر الكيميائي هذاك اللي احنا رسمناه وال تمام حلقة بنزين وكان فيها او اتش هنا وسي اتش 3 مثلا وكان في سي دبل بوند او مثلا. فيدرس ايش علاقة هذا التركيب الكيميائي بالفعالية، ولو اضفنا له مثلا هنا حلقة خماسية بتقول ان الدواء مثلا الحلقة الخماسية هذه هي المسؤولة عن الفعالية. اذا مش موجود الحلقة الخماسية هذه يصبح الدواء من غير ايش فعالية. تمام كذا؟ طيب وايش كمان قال؟ قال انه السي دبل بوند او هذه هي الذي تسبب الصداع اللي هو عرض جانبي، ولو استطعنا ان احنا نتخلص من السي دبل بوند او هذه بيصبح الدواء فعال من غير صداع. ايضا ممكن يقول لك ان الاو اتش هذه هي سبب الايش سبب الاسهال مثلا. انا اذكر لكم يعني مثال، فالاو اتش ممكن يسبب لك الاسهال، ولو قدرنا نتخلص من الاو اتش بيكون دواء فعال من غير اسهال. طيب قالوا نجرب، ليش ما نجربش؟ راحوا يبعدوا السي دبل بوندو اللي هو الصداع. اول ما بعدوا السي دبل بوندو خرب المركب بكله، فقالوا خلاص يا جماعه سهل، صداع صداع ويتعالج المريض عادي. تمام، هذا معنى ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. واضحه؟ عرفنا ايش الفرق ما بين الفارماكوكينتكس والفارماكوديناميكس. اذا الثلاث المحاضرات القادمه ان شاء الله سنناقش الفارماكوكينتكس والفارماكوديناميكس، بناخذ كل شيء بالتفصيل. نبدا ناخذ الامتصاص وشرح لكم ايش الامتصاص وكيف يحدث الامتصاص وما هي العوامل التي تؤثر على الامتصاص، هذا اليوم ان شاء الله. وبعدين ننتقل للديستريبيوشن، وبعد يعني كل حاجه على حده عشان تتعرف على رحله الدواء في الجسم من يوم ما يدخل، مش من يوم يعني من ساعه ما يدخل لساعه ايش ما يخرج. خلاص هذا انتم عارفين يعني اعطاء الدواء، توزيعه، استقلابه، اخراجه، هذه كلها العمليات تحت ايش تحت كاينتكس. اما التأثير الدوائي استجابة سواء كانت سمية ولا عرض جانبي ولا إفكتيفنس فعالية، هذا كله تحت ليش داينامكس. طيب وهذه المصطلحات وهذا الاختصار الكلمة والتعريفات. طيب السؤال الذي يطرح نفسه مثلا، يعني بالله عليك أنت ليش كده متعبنا ومصدع رؤوسنا، امتصاص توزيع، ليش ندرس الأشياء هذه؟ ليش درسوها أول ما اكتشفوا الدواء؟ ما الغرض من دراستها؟ الذي يجاوب إجابة صحيحة له درجة. يا سلام عليك. باقي حاجة ثانية مهم مهم جدا، باقي زيد كمل لحد الآن ما هيش إجابة كاملة. في حاجة أهم، صح كلامك صح، بس في حاجة مهم يا أخي، ليش أدرس الأبزوربشن؟ ليش أدرس الامتصاص؟ متى وبعد كم وكل كم وكم النسبة؟ وليش أدرس التوزيع؟ ها أدي له 1 ملغرام ولا 5 ولا 10 ولا 500 ولا 1000؟ لا، الموضوع بدراسات إذا ما عرفتش كم كمية الامتصاص ما بتعرفش كم تجيب كمية دواء. فبالتالي تحديد الجرعة الدوائية تعتمد على الامتصاص والتوزيع. أيضا بقول لكم كيف لما نجي على نشرح الإيش الديستريبيوشن. أيضا ما رأيكم إيش كمان يا أخي؟ المريض هذا شكله طيب، ما رأيك نخليه يستخدمه مرتين في اليوم ولا أربع؟ أربع أربع، والله أنا شكلك يا أخي. لا برضو كمان درسنا امتصاصه بعد كم، تأثيره بعد كم، توزيعه بعد كم، إخراجه بعد كم، عشان أحدد لك كل كم تستخدم الدواء. هل صباحا ومساء ولا بعد الغداء وبعد العشاء وبعد الصبح؟ من منكم يكتب بعد الغداء وبعد العشاء وبعد الصبح؟ لا قبل الدكاترة. لا هم لما درسوا ما قالوش بعد الغداء وبعد الصبح، لا قالوا كل 6 ساعات، كل 8 ساعات، كل 12 ساعة، كل 24 ساعة. والذي يكتب كل صباحا ومساء غلط، لأنه صباحا ومساء عندنا الصبح من الساعة 6 لا الساعة 11، وبعضهم عادوا يصبح الساعة 12، هذا صباح. وقالوا المساء، المساء عندهم من 4 العصر لا 12 بالليل. لا يا جماعة الخير، لما درسوا درسوا الصح عشان يكون تركيز الدواء داخل الدورة الدموية مضبوط، ما تلعبش فيه. مش مرة جالس التركيز يطلع فوق ومرة جالس ينزل لا نازل، لا الصح أنه يكون بهذا الشكل، يعني مضبوط بحيث انه ما يزيد فيعمل لي سمية ولا يقل ما فيش فعالية. فبالتالي انتبهوا من اليوم رايح انتم غيروا المفاهيم. صح ان السوق عندنا مخبوص، لكن انتم بالبركة فيكم لما تخرجوا ما فيش حاجة عندنا اسمه صباحا ومساء، الله يرضى عليك. كل 12 ساعة اذا تشي تقول له مثلا صباحا ومساء. عادك زيد اكد عليه كمان قل له يعني اذا اخذت 8 الصباح 8 بالليل تأخذ الجرعة. ليش؟ لأنه شوف إذا أنت بديت 8 الصبح بيوصل 8 الليل ويبدأ ينزل،
إذا كان كل 12 ساعة. طيب لو أنت تأخرت على الساعة 8 معناته بينزل أكثر وبالتالي بتقل الفعالية. طيب لو أنت أخذته قبل الساعة 8 مثلا الساعة 6 بيصلى هنا وبدل ما يصلى عند أخوه بالضبط لهنا بيرتفع شوية، وإذا ارتفع شوية معناته حيكون عندي إيش؟ سمية، أو بتبدأ عنده الأعراض الجانبية. فالله يرضى عليك، كل 12 ساعة يعني كل 12 ساعة، ما تقولوش كل يوم حبة، لأنه اليوم عنده مثلا استخدم حبة بعد العصر واليوم الثاني بكر الصبح يوم أصلا جديد، لا، الموضوع كل 24 ساعة نفس الفكرة. وقزيت قل له إذا أخذته اليوم الأول 10 الصباح يوم الثاني 10 الصباح هذا عاد احنا ممكن نتحملهم، اما اللي يكتب بعد الغداء بعد الصبوح بعد العشاء يا اخي قام واحد الساعه 11 الصبح اخذ ايش الصباح واخذ حبه لانه معه حبه بعد الصبح، طيب تغدي الساعه 1 الظهر يا اخي فبالتالي اخذ حبه، طيب صار كل ساعتين والمفروض كل كام؟ كل 8 ساعات، فبالتالي ايش بيحصل؟ بيطلع عنده التركيز عالي، يعني بيحدث لخبطه في الاكيوليشن في تركيز الدواء داخل الجسم، يصبح الدواء من غير فعاليه. ايش حق اسمه عندنا صبوح وغداء وعشاء يا اخي؟ اذا كان بعد الاكل يا اخي خذ لك واحد سندوتش اذا كانوا عندك تاخروا في البيت ما فيش مشكله، واخذت الحبه خذ لك اثنين سندوتش، كيف نفسك على مواعيد الدواء، مش تكيف الدواء على اسلوب حياتك وعلى مواعيدك انت، ولا من ذي قال لك تمرض؟ اذا ما انتش قادر تلتزم بالدواء ومواعيد الدواء خلاها تمرضش. وايش المشكله عندنا؟ المشكله عندنا انه يمرض ويرقد والبيت كلهم يرحموه وشلوه للمستشفى، سحبوا له دم فحص والدكتور حط له السماعة هنا، ممكن يدخلوا أشعة وممكن يعملوا له مثلا جهاز، وممكن كذا ارتاح خلاص الحمد لله رب العالمين. لما يجي وقت الدواء روح البيت ولا بينه حاجة. يا خبير عادك كنت راقد، أنت كنت مريض استخدمت حق الدواء حق الصباح قال والله نسيت، طيب حق الظهر قال والله نسيت، طيب حق الليل قال والله نسيت، طيب ليش عاد تعالجت؟ ولا يجلس مريض على ما هو مريض، ولا تدي له مضاد حيوي ويستخدم منه ثلاث حبات شعر إنه تمام بطل. وبذلك تجد عندنا الأدوية في الأدراج داخل المنازل مليان، هذه مغذيات وهذه أقراص وهذه كبسولات وهذه إبر ما شاء الله، صح ولا لا؟ وبعدين لما تنتهي الأدوية يقول والله هذه الأدوية منتهي، كيف نتخلص منها؟ ففي مشكلة عندنا. فبالتالي رجاء نحاول نصحح الوضع قدر الإمكان. ما فيش حاجة اسمه عندنا صبوح وغداء وعشاء، وما فيش عندنا اسمه كل يوم، هذا ما فيش كل يوم عندنا، كل 24 ساعة، كل 48 ساعة تمام. فبالتالي يجب أن يكون عندنا المواعيد مضبوطة بالساعة تمام. إذا كان ثلاث مرات في اليوم تقول له كل 8 ساعات، وبتضطر توقف تلفونك عشان تقوم الساعة 2 بالليل إذا ما حسبتش كويس عشان تأخذ الدواء. طبعا أنت تقول له كل 8 ساعات يقول لك يعني ثلاث مرات باليوم، قال أيوة ثلاث مرات باليوم، يعني بعد الصبح بعد الغداء بعد العشاء، قل له لا ما فيش صبح وغداء وعشاء إلا إذا أنت مضبوط، بتصطبح الساعة 8 بتتغدي الساعة 3 مدري 4 احسبوها 8 ساعات، وبتعشي الساعة 12 بالليل. أعتقد هذه مش مواعيد. والله كل واحد له طبعا، مش حق اسمه هل قبل الأكل، في أدوية يجب أخذها بعد الأكل لأنها بتأثر يعني على المعدة، وفي أدوية ضروري قبل الأكل لأنها تأثر بوجود الطعام وبالتالي ما تمتصش، وهذا بتأخذه تباعا أثناء ليش المحاضرات. طيب كذا وضحت الفكرة، إيش العلاقة، ليش ندرس هذه الأشياء، امتصاص توزيع إخراج، عشان أحدد لك كم جرعة الدواء، 2 كل كم تأخذ الدواء، 3 طريقة الإعطاء، يعني في بعض الحالات شديدة وخطيرة يعني صعب ندي لك حبة وقس انتظر التأثير ساعة كاملة، على طول تعطي إيش انجكشن. واضح الفكرة؟ نجي لأول باراميتر وهو الأبزوربشن. واشتي أسأل سؤال وأقول أو عرف الامتصاص، ها شوف هذا اللي أنا واجهه دائما، إنكم دائما تفكروا أن الامتصاص ما يحدث إلا عبر الفم، دائما لما أقول أبزوربشن الكل يفكر على طول يجي تفكيره على فم ومعدة وأمعاء، لا معانا طرق مليانة يا جماعة، كل طرق إعطاء الدواء إلى الجسم يجب أن يحدث فيها امتصاص، ما عدا طريقة واحدة فقط لا يحدث فيها امتصاص. فتحت اللسان يجب الامتصاص، الحقن في العضل يجب الامتصاص، الحقن تحت الجلد يجب الامتصاص، الركتال اللي هي التحاميل فيها امتصاص، كل الطرق ما عدا طريقة واحدة فقط ما فيش فيها امتصاص. طيب أنا عشان أقول لكم أي شيء الأبزوربشن هو انتقال الدواء من المكان الذي تعطيه إلى الدورة الدموية، أعطيته تحت اللسان بينتقل من تحت اللسان للدورة الدموية، حطيته في الأمعاء عن طريق الفم بينتقل من الأمعاء للدورة الدموية، حطيته حقن تحت الجلد بينتقل من تحت الجلد للدورة الدموية، عشان نجيب لك تأثير، لأنه ما فيش عندي تأثير من بيوصله للموقع المستهدف إلا الدم،
فبالتالي الوسيلة المواصلات العامة عندي للدواء داخل الجسم هي إيش؟ الدورة الدموية. وما تقول ليش الدواء ينتقل من الليفر للكدني، لا ما فيش طريق من الليفر للكدني، ينتقل من الليفر للكدني عبر الدورة الدموية، يروح للبرين عبر الدورة الدموية. فبالتالي وسيلة المواصلات العامة عندي للدواء هي إيش؟ الدورة الدموية. لما تجي تعرفه تقول انتقاله من مكان الإعطال الدورة الدموية، وقلنا كل الطرق يجب فيها امتصاص ما عدا طريقة واحدة وهي الآي في. أنا أصلا أحقنه بالوريد، أنا أحقنه فين؟ في الوريد مباشرة. فبالتالي ما عاد فيش عندي تعريف. لما أقول لك هو وصول الدواء للدورة الدموية، أنا أصلا وصلته للدورة الدموية عن طريق حقن. فبالتالي كل الطرق الذي نعطي فيها الدواء للجسم يجب فيها الامتصاص ما عدا طبعا التوبيكال الذي نستخدمها لأغراض موضعية، قطرات عينية في الجلد مثلا وغيرها من الطرق. الطرق التي بتعطيك تأثيرات عبر السيستميك سيركوليشن يجب وصولها للدورة الدموية. طيب في طريقتين ما فيهاش امتصاص ولكنها نادرة الاستخدام، يعني ما نستخدمهاش كثير. ايش هي هذه الطريقتين؟ الاي سي والارتري. فيري جود. اي سي معناها انترا كاردياك، يعني الحقنة الذي تعطيها في القلب مباشرة. متى نعطي حقنة في القلب؟ متى؟ في اي حالة؟ اذا توقف القلب معناته المريض يعتبر ايش؟ ميت. فبالتالي على طول اذا معك ادرينالين بتحقنها في القلب مباشرة، لانه هو في الاخير ميت. يعني احنا محاولة باذن الله نحن نرجعه لايش؟ للحياة بهذه الابرة. ولا في الحقيقة هو ميت صح ولا لا؟ لأنه متوقف قلبه يعني 8 دقائق بالكثير، وممكن على طول إيش يعني خلاص ينتهي تماما. طيب الطريقة الثانية هي في الشريان. طبعا لما قلت أنا في الوريد، الوريد هذا اللي هو ظاهر سطحي، والوريد هذا هو رايح للقلب، عشان كده أنا جاي في الطريق أحطه له في الوريد عشان أوديه للقلب، القلب بعدين يضخه لجميع أنحاء الجسم. طيب أما الشريان لا، العكس، الشريان رايح من القلب للعضو. فمتى أحتاج بحقن دواء في الشريان؟ في أي حالة؟ متى استهدف منطقه معينه؟ هو في السرطان. فالكيموثيرابي انا ممكن احقنها فين؟ في الشريان. واضح كذا الابزوربشن. طيب نجي الان، ما هي الطريقه الذي يعبر فيها الدواء الغشاء او الممبرين من المكان الذي يمتص فيه؟ افترضنا انها تحت اللسان، فكيف يعبر الغلاف هذا ويروح لداخل الوعاء الدموي؟ يعني درستوا حاجه اسمها النقل النشيط وغير النشيط صح؟ هذا هو بالضبط، نفسه بالضبط بالملي، ما فيش فرق، وانتم فاهمين اعتقد، ما فيش داعي نعيده صح. اولا انا عندي خصائص للدواء الذي يجب ان يعبر عبر الغشاء. الدواء الذي بيمر عبر الغشاء يذوب عبر الغشاء، انتم عارفين هذه فوسفوليبيدز صح؟ يعني مكون الغشاء الخلوي ايش؟ دهون. فبالتالي الدواء الذي يجب ان يذوب او يعبر عبر هذا الغلاف لابد يكون ايش؟ ليبيد، لابد يكون فات سليوبل، لابد يكون ليبيد سليوبل، ذواب في الدهن. اول ما يجي هنا على طول يذوب داخل الغلاف ويمر بشكل سريع، ما يحتاج ياخذ وقت ولا حاجة. طيب الشرط الثاني انه يكون اقل من 1000 دالتون الوزن الجزيئي تبعه. ليش؟ لانه الجزيئات الكبيرة ما تستطيعش تذوب. فبالتالي اذا كان اقل من 1000 دالتون بيكون ايش؟ سهل عليه انه ايش؟ يدخل من الغلاف. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب الا يحمل شحنة، يعني ما يكونش بولر، يعني ما يكونش واتر سوليوبل، ولو احنا اتفقنا يكون ايش؟ ليبل سوليوبل. اذا معاه شحنه لا ما يمرش. الدواء المشحون لا يمر. ايش يحصل؟ في معك حاجه اسمها بورز، اكويس بورز، في معانا موجود داخل او في الغلاف الخلوي بورز يمر عبرها هذا الدواء المشحون عشان تكون العمليه منظمه، لان احنا نخاف من الشحنه الكهربائيه تدخل تلعب لنا بوظائف ليش؟ الخليه. طيب هذا اللي هو الخصائص الذي يجب عليها مرور الدواء. طيب طرق الانتقال غير هذه الاشياء؟ لا، المستقبلات لو كانت على سطح، هذا احنا نتكلم عن امتصاص، المستقبلات داخل الجسم لما يروح للدورة الدموية وبعدين يتوزع على العضو المستهدف، هناك تأتي المستقبلات. تكون المستقبلات اما على سطح الغشاء او داخل الخلية. لو داخل الخلية معناته يحتاج انه يعبر الغشاء الخلوي، لكن احنا قاعد نتكلم على ايش؟ على امتصاص، فمش حق اسمه الريسبتورز بالامتصاص، لا هو عبور، هو ايش؟ عبور. طيب اللي بعده نشوف الطرق الذي ينتقل فيها الدواء. قلنا معانا طريقتين، واحد اللي هي الباسف ديفيوجن، في معانا منه نوعين، اللي هو المسهل الفاسيليتد، الباسف نسميه العبور ليش السهل. طيب هذا شروطه، الشروط السابقة اللي تكلمنا عليها ليبل سليوبل وأقل من 1000 دالتون، وشرط آخر أن يكون التركيز خارج الخلية أكثر من داخل ليش الخلية عشان يعبر بسهولة.
وإذا جاب بهذه الشروط ولبس السلوب على طول يعبر مباشرة عبر الغشاء. طيب هذا واحد، لو كان أكثر من 1000 دالتون يعني وزنه الجزيئي كبير ما يستطيع يذوب، فبالتالي هنا الخلية عملت له بوابة خاصة فيه. لو كان جزيئاته كبيرة أو هو مشحون، الأيون مثلا اللي نسميها أيون شانل اللي هي البوابات الأيونية بتسمح بدخول صوديوم بوتاسيوم، هذه اللي هي الأيونات المشحونة. أما لو كان وزنه جزيء كبير فبالتالي يحتاج إلى بوابة خاصة فيه، وهذه البوابات هي تصنع حسب الحاجة، يعني إذا مش موجودة الخلية على طول بتصنع بوابات خاصة بيدخل من ضمنها الدواء. هذا اسمه فاسيليتد ديفيوجن، لكن الأول اسمه إيش؟ ديفيوجن، انتشار عادي وبشروط معينة. إذا كان كبير قلنا عبر البوابات، إذن هذا النقل المسهل الذي لا يحتاج لا طاقة ولا لل. طيب النقل اللي هو النشط، هنا اختل عندي شرط واحد فقط، هو أن أصبح التركيز داخل الخلية أكبر من خارج الخلية. هنا الآن أصبح في معي مشكلة. افترض عندي لو كان القاعة هذه مثلا، القاعة هذه مليان، وانتو شو تدخلوا طبعا للقاعة، وكل ما جاء واحد شي يدخل طبعا القاعة مليان مكتظة بالطلاب، فبالتالي ايش يدخل ما يعرفش. المندوب هنا بيقول خلاص انا بدخلك، يبدأ يمسك الطلاب اللي موجودين هنا ويسحب الطالب لا داخل كذا، هذا اكتف ونشاط والمندوب يشتحب عصير على كل طالب ضروري، لانه بيوصل لمرحلة بيتعب، فبالتالي ياخذ له اي تي بي. تمام، هذا الكارير هي برضو كمان الخلية تصنعه تحطه بتدخل فيها بعض الأشياء التي تحتاجها، الذي يكون تركيزها داخل الخلية أعلى من تركيزها ليش خارج الخلية، وقلنا يشتي طاقة اللي هي الـ ATP. ولكن هذه الكارير معرضة للتشبع، يعني ممكن توصل في بعضها أو في بعض الأدوية مرحلة أنها تتشبع خلاص، يا أخي خلاص اللي موجود داخل يكفي ما عاد تستخدمش. وهنا واحدة من الأسباب الذي تعمل للتوليرانس، تتذكر التوليرانس فشل الجرعة الاعتيادية، هذه واحدة منهن، سواء كان في الامتصاص ولا فين في الإخراج. واضح الموضوع كذا يكون واضح؟ إذن هذا هو الأكتف. طيب باقي عندي اللارج، كيف نعمل هذه؟ قال يعني ما فيش عندي لا تدخل من البوابة هذه ولا تدخل من الغشاء، مشكلة نجيبها جنب الغلاف الخلوي ويعمل لها فاجوسايتوسيس، يبتلعها ابتلاع، أو حاجة سميها بينوسايتوسيس، وبعدين لما يخلص عمله ايش يعمل له؟ اكسوسايتوزيس، يخرجوا من الخلية عبر عملية نسميها اكسوسايتوزيس. واضح؟ الآن هذه طريقة انتقال الدواء من الغشاء أو من مكان الاستخدام أو مكان الإعطاء للدورة الدموية، وإحنا قلنا مهم ينتقل للدورة الدموية للأسباب التي ذكرناها سابقا. نجي الآن لموضوع مهم أيضا، وهي ما هي العوامل التي ممكن أن تؤثر على نسبة الامتصاص أو على عملية الامتصاص. عشان ما نتوهش نقسمها إلى قسمين، القسم الأول عوامل ترجع للدواء، والقسم الثاني عوامل ترجع ليش؟ للمريض. إذن عوامل في الدواء نفسه وعوامل فين؟ في المريض. تعالوا نشوف ما هي العوامل اللي في الدواء، هي اثنين. أولا خصائصه الكيميائية والفيزيائية، وهذا احنا نعمل حسابنا من قبل، يعني احنا ندرس خصائصه وبالتالي نتعرف هل هو ليبتسليوبل ولا وترسليوبل، أيضا هل يتأين أو لا، وهذا موضوع مستقل بندرسه بعد قليل يعني، لأنه موضوع مهم جدا. أيضا الفالنس التكافؤ، هل تكافؤ ثنائي ولا ثلاثي ولا، وهذا معانا الحديد، تعرف الحديد صح؟ الحديد بالشكل الثنائي سريع الامتصاص اللي هو شكل الفرس، أما الفريك طبعا فهو إيش؟ التكافؤ الثلاثي أقل امتصاصا، فعشان كذا يعني عند التكافؤ ممكن يكون أحد العوامل التي تؤثر على الامتصاص. الطريقة الثانية أو العامل الثاني الذي من عوامل الدواء ويؤثر على الامتصاص هو الفارماسيوتيكال دوزج فورم، يعني أنت جبته على شكل حبة ولا على شكل كبسولة، أنت بتجيبه حبة تحت اللسان مثلا ولا شراب، أيهما أسرع امتصاصا، الأقراص ولا الكبسولات؟ إيش الأقراص اللي الحبة التابلت، أيوة، أيهما أسرع امتصاصا أو الكبسول؟ أكيد الكبسول يا شباب، لأنه أنت عارف الكبسول لما تأخذها ويدك مبللة تبدأ تذوب من اليد، بعدين طرحها بالفم شوية وذابت في الحلق وهي تذوب، أول ما تنزل تلتقي بأي سائل على طول إيش؟ تذوب مباشرة، 15 دقيقة والكبسولة كلها داخل إيش؟ دمك. أما الحبة هذيك تأخذها وبعدين تنزل تتفتت
أول شيء اللي هي disintegration، وبعدين تتحلل dissolution اللي هو تمتزج بالسائل الموجود في المعدة أو في الأمعاء، وبعدين إيش تمتص. فبالتالي تأخذ لها ساعة كاملة. الله يرضى عليكم، انتبهوا هذول اللي يطحنوا الحبوب هذين، هذا ما لكم منه. طبعا هم ما حطوك على شكل تابلت إلا وهم عارفين إيش إنه بتنفعك. عاد بعض المشكلة لما تطحنوا الحبوب، بعضهم يقول لك ذوبه بالماء عشان يكون سريع. والله أخي أنت شيء سريع، روح خذ لك إبره أحسن لك. وبعضهم مشكلة يعني خذ لك حقن يا أخي، خذ لك يعني طرق أخرى، لأنه في بعض الحبوب، بس أشرح لكم إيش المشكلة. في بعض الحبوب مغلفة عاملين لها غلاف. إيش الغلاف هذا؟ يقي المعدة أولا. الشيء الثاني برضو كمان يحمي الدواء من الحامض، لأنه ما نشتهي يمتص في المعدة، نشتهي يمتص المعدة. أنت لما تدق إيش يحصل؟ خربت الدنيا كلها. ولا مثلا نغلفه مثلا غلاف آخر عشان نخفي الطعم المر، وانت رحت دقيته وطعمت المر وجلس المر فيك 8 ساعات 6 ساعات وانت قاعد تطعم ليش يا أخي؟ لا، في طرق ثانية. لو كنا نشيل ندي لك على شكل بودر كنا عملنا لك كيس يا أخي، شفتوا الأكياس هذه السكوب داخل ما نشرب مليان خلاص. العوامل التي تؤثر على، أو العوامل الذي يعني خاصة بالمريض، أول عامل بالمريض أولا طريقة أخذ للدواء. أيهما أسرع امتصاصا؟ حبة تحت اللسان استعجل، بقول لك حاجة ثانية بتكون أسرع امتصاصا، أيهما حبة تحت اللسان ولا الشراب؟ طيب أنا بسألك سؤال الآن خطير، أيهما أسرع امتصاصا يا دكتور يا مندوبنا؟ أيهما أسرع امتصاصا، الحقن تحت الجلد ولا الوريد؟ مش اتفقنا أول أن الوريد ما فيش امتصاص؟ ما عاد فيش امتصاص، فما فيش حاجة اسمها أسرع. الوريد اصلا ما فيه بوش امتصاص، فبالتالي السؤال غلط يا دكتور. الصح انك تسال سؤال ثاني، تقول ايهما اسرع امتصاصا، الحقن تحت الجلد ولا الحقن في العضل؟ في العضل اسرع. الاوعيه الدمويه في العضل اكبر واكثر، والترويه الدمويه للعضو اكثر. اذا واضح الفكره، طريقه الاستخدام مهم. اذا استخدمها حقن بتكون ايش التاثير اسرع. طيب الاريا، المساحه، مساحه السطح المعرض، هل هي مساحه كبيره عشان يتوزع الدواء فيها ويمتص من كل مكان ولا صغيره؟ ايضا الاوعيه الدمويه الموجوده. طيب ايضا الستيت اوف هيلث، حاله المريض نفسه. انت بتجيب قرص لواحد في عنده اسهال ولا عنده ايش غثيان وممكن يتقيأ، لانه على طول ممكن ايش يخرجها. في بعض الادويه مثلا مثل الفيتامين بي 12 يحتاج الى عامل او انترنسك فاكتور موجود داخل الامعاء على اساس يتم امتصاصه للدوره الدمويه. اذا انت جبته عن طريق الفم وفي مشكله في الانترنسك فاكتور ما يتمش انتاجه داخل الجسم، اذا لن يمتص عندك الفيتامين بي 12، وبالتالي يجب عليك انك تعطيه على شكل ايش حقن عشان تهرب من هذا الموضوع. الان لو سالتك سؤال قلت لك لماذا تعتبر السمول انتستاين اكبر مكان يحدث فيه امتصاص، مش اسرع، اكبر مكان يحدث فيه امتصاص لعدة أسباب، تذكر لي منها ثلاثة. أول شيء اللارج سيرفيس إيريا، شفتوا كم طول الأمعاء الدقيقة؟ يعني مساحة طويلة، فبالتالي الدواء لما يتوزع، تخيل يتوزع بهذا المكان كامل ويتم امتصاصه من هذا المكان كامل، يعني مساحة شاسعة جدا. وكمان أوعية دموية في كل مكان، وأيضا تروية دموية عظيمة لداخل ليش الأمعاء. لارج مساحة كبيرة وتروية دموية، والأخيرة هي بريامبيليتي، نفاذيته عالية جدا، فبالتالي يعتبر أكبر مكان يحدث فيه امتصاص، أو أكثر مكان يحدث فيه إيش امتصاص. واضح كذا؟